الحمد لله التجربة التي خضتها والتجربة التي خضناها هاجر وأنا والآخرين كانت مفيدة جدا من ناحية أنني صرت أكثر إيمانا وأكثر اقتناعا بحقوق المرأة، وصرت كذلك مقتنعا بأن العنف ضد المرأة ليس مجرد شعارات بل هو عمل يجب أن يكون على جميع المستويات. خرجت من هذه المحنة أكثر إيمانا بهاجر، أكثر إيمانا بالمناضلات والمناضلات من أجل حقوق النساء، و يعني كانت تجربة مفيدة إلى حد كبير. هاجر الاخرين